مرحبا بكم في قناة تحفة. العظوات تغلق وتقف صد مناع وتفشل مخرط أسيماغويتا وتقدم خدمة كبيرة للجزائر، وهكذا يرضخ بوتين للأزواد وضغط الجيش الجزائري وتخلي عن غويتا بالقوة. بداية، حركة الأزواد مع الضربات القوية المتتالية التي ردعوا بها انقلابي مالي وفاغنر، ومعارضة الجزائر الشديدة لفاغنر وحدود توتر شديد في العلاقات مع الروس. الضغط الجزائري سياسيا مع الضغط القوي كذلك من الجيران الأزواد في الميدان، وصدهم لكل محاولات كويتا ومنعه من دخول منطقة الأزواد التي باتت متمسكة الآن أكثر من أي وقت مضى بالانفصال عن مالي، حتى أنهم غلقوا الطريق أمام اقتراب جيش كويتا من الحدود الجزائرية. اضطردوا جيش كويتا بعيدا وباتوا عازلا ضخم وكسروا خط رصاصه والقوة التي كان يدعيها، فاشلا في السيطرة حتى على منطقة الأزواد الذين يجاورون الحدود الجزائرية بتماس. وغويتا كان يرغب في تنفيذ مبتغى الأنظمة التي تدعمه للوصول نحو الحدود الجزائرية ومحاولة التشويش على الجزائر واستفزازها، إلا أنه فشل أصلا أمام الأزواد الذين يضغطون بنفس مبدأ الجزائر الآن على بوتين لسحب كل لفاغنر من فالي وتركهم ينفردون باسم غويتا. والا فالجزائر ايضا ان لم ينفذ بوتين هذا الطلب قد تخرج الخلاف مع الروس الى العلن، لانه يدعم طرف انقلابي مالي هذا غويتا دون اي مراعاه للعلاقات القويه مع الجزائر والتنسيق الذي جري في اغلب القضايا. لهذا خطوه الازواد كذلك اضافت ضغطا اضافيا بعد اتضاح ان غويتا مجرد فقاعه مؤقته وهش، وعند نجاح الضغط سيجد نفسه محاصرا أكثر والأزواد مصممون على ردعه، كما أن بوتين حسب المراقبين يسير نحو التخلي الكلي عن دعم غويتا ضد الأزواد. لكن من جهة أخرى أيضا لا يريد أن يجسف بمصير علاقته القوية مع الجزائر التي ظلت محايدة ومتمسكة حتى بعدم الإضرار بمصالح روسيا ورغم الضغوط الدولية، وتعد الجزائر مع ذلك من أبرز حلفائه في المنطقة والعالم، وغويتا يسير مع التوجه الروسي الجديد لعزله نحو عزلة كبيرة وغير مسبوقة. والأكيد حسب المراقبين أن الأزواد سيهزمونه شر هزيمة أكبر مما هي التي وقع الآن بعد أن ردعوه بقوة. ولم يعد يخفى أن الجزائر تدعم الأزواد لأن أصل الإنقلابي مالي، وعلى رأسهم أسيمة غويتا نصبوا العداء للجزائر وظلوا يحاولون التشويش والاستفزاز طيلة الفترة السابقة وقطعوا العلاقات. لهذا غويتا وقع حرفيا حسب مراقبين في شر أعماله وفي نفس الحفرة التي حاول حفرها وجر الجزائر لها والأزوار نحوها. ميلوني تستغل الضربة القاضية الجديدة من الرئيس بون لبيدرو سانشيز، وهكذا سرعت لزيارة الجزائر ومنتظرة في الجلفة وتفاصيل إلغاء أهم مشروع. بداية ومع الصفقة التي طارت من بين أيدي إسبانيا في الجزائر وتقدر بقيمة 544 مليون يورو وشركات عالمية الترصد للدخول مع الجزائر لخلافة إسبانيا فيها، كما يبدو أن ميلوني أنها أول المهرولين لأخذ هذه الصفقة في ولاية الجلفة وإقناع رئيس بون، خاصة مع عودة العلاقات بقوة بين الجزائر وإيطاليا. والزيارة المرتقبة للأخيرة ستكون قاضية وقاسمة لحكومة سانشيز لتأخذ منه العديد من المشاريع كان من المنتظر أن تبرمها إسبانيا في الجزائر، خاصة وأن ميلوني استغلت هذا التوتر وقدمت عروض ضخمة من إيطاليا للرئيس بون تخدم مصالح كل من الجزائر وإيطاليا، وقبل الكشف عن المفاجأة التي تحضرها الأخيرة معها عند زيارتها للرئيس بون. فقد تجرعت إسبانيا صفعة جديدة في الجزائر، وجاءت دور هذه المرة من خلال شركة دورو في الغيرة التي تخلت عن مشروع بولاية الجلفة بقيمة 544 مليون يورو لإنجاز محطة لتوليد الكهرباء تشتغل بنظام الدورة المركبة. وقالت أنه فيما يتعلق بمشروع محطة الجلفة لتوليد الطاقة الحرارية ذات الدورة المركبة في الجزائر، ونظرا للحاجة إلى تكييفه مع الوضع الحالي والذي تم تعديله بشكل كبير منذ إنشائه لأسباب لا تعرى إلى الشركة، وبعد محاولات عديدة لإيجاد حل تم الاتفاق في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد على تعليق كل الأشغال. وختمت مذكرة الشركة الإسبانية المختصة في تنفيذ مشاريع الهندسة بالإشارة إلى أنها ستشجع على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى حل نهائي لجميع الأطراف دون تقديم تفاصيل إضافية عن أسباب تعليقها الأشغال بهذه المحطة الضخمة. ونقلت صحيفة الإيكومينيسا المتخصصة بأن الشركة الإسبانية كانت في المفاوضات منذ 3 أشهر مع الجزائر وبلادها أيضا لتعديل العقد الموقع سنة 2014، لكن كل المباحثات لم تفضي إلى أي نتيجة. ومن جانبها نقلت صحيفة كابيتال دي مدريد أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومدريد كان لها وقع اقتصادي، مشيرة إلى أن الشركات الإسبانية 69 المتواجدة حاليا في الجزائر أظهرت أنها تأثرت حتى بعد عودة السفراء، في إشارة إلى تعيين سفير الجزائر بمدريد قبل أشهر،
مضيفة أن الجزائر لا تزال مصممة على معاقبة بيدرو سانشيز وإخضاعه، خاصة وأن هذه معظم الشركات تحذر من أن تفاقم الوضع نتيجة الانقطاع الدبلوماسي سيتزداد الوضع سوءا عليهم، وطلبوا من حكومة بلادهم أن يتم الحل. هذا ويتزامن هذا الشهر مع الذكرى الثانية لتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين الجزائر وإسبانيا، والتي جاءت على خلفية الموقف الانقلابي لمدريد من قضية الصحراء الغربية بدعمه للطرح المخزني للحكم الذاتي كحل للقضية، وهو الإجراء الذي تسبب في خسائر كبيرة لشركات إسبانية فادحة بلغت مئات ملايين الدولارات. وقبل أيام علقت صحيفة الناتيونال بأن الجزائر ليست في عجلة من أمرها لجعل إسبانيا تدفع ثمنا غاليا نظير موقفها المنقلب في قضية الصحراء الغربية، لأن تبعيتها للغاز الجزائري ستستمر على الأقل حتى عام 2035، موضحة أن الحكومة الجزائرية ورغم انزعاجها الشديد من إعادة موقع إسبانيا في قضية الصحراء الغربية، إلا أن حكومة بيدرو سانشيز تعرف أنها أعدت بنفسها هدية للجزائر وستجنيها قريبا، خاصة وأن هناك دول تراقب من بعيد وبينها إيطاليا بقيادة ميلوني لشراء أي كمية غاز لا تبيعها الجزائر لإسبانيا أو أخذ أي مشروع كان من المفترض أن تقوم به إسبانيا ستخوضه إسبانيا. وقالت في هذا الصدد الجزائر وهي منتج رئيسي للغاز ستكون المستفيد الأكبر من القرار غير الملائم سياسيا واقتصاديا من بيدرو سانشيز، والذي سيضع حدا لصناعة إنتاج الكهرباء النووية في إسبانيا بحلول سنة 2035. وخلصت إلى أن وقت دور الجزائر سيأتي لا محالة، لأن الجزائر التي أساءت حكومة بيدرو سانشيز معاملتها ستحاول حتما تحصيل ديونها، في إشارة إلى أن الجزائر سترد الصاعين لحكومة مدريد وسيكون ذلك باليورو حسبها. وختمت الناتيونال بالتأكيد على أن تغيير موقف حكومة سانشيز من قضية الصحراء الغربية سيكون لا محالة في فائدة الجزائر، فمن جهة تبعية إسبانيا للغاز الجزائري ستستمر، ولذلك المعركة الحقيقية ستلعب بعد 11 سنة من الآن، في إشارة لإنهاء الاعتماد على الطاقة النووية عام 2035. ما قصة اللقطة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي وسبب الخفض من الرئيس بون على يد أحمد هطاف؟ وحقيقة الإقالة من خبراء يكشفون سر تصرف هطاف ردا على دعايات إعلام المغرب؟ بداية وبعد تلك اللقطة التي ظهر فيها الرئيس بون يخبط بشكل خفيف جدا على يد وزير الخارجية أحمد عطاف ليترك يد رئيس فرنسا ماكرون، كون المصافحة لدى عطاف متمسكا بيد ماكرون مطولا ويهز يده باستمرار، إلى أن ضرب الرئيس بون على يده بشكل خفيف ليتركه مباشرة يده. طبعا تحليلات خبراء محايدين كانت بعيدة تماما عن ادعاءات إعلام النظام المغربي الذين روجوا لكون تبون صفحة عطاف، وقالوا أن إقالته حتمية وغاضب منه وغيرها من الهرطقات. أما الواقع حسب خبراء أن سبب الضربة الخفيفة تلك من الرئيس بون لعطاف جاءت ليوقف المصافحة التي طالت فوق اللازم، وعطاف حسبهم تعمد شد يد ماكرون بقوة وهزه.